المرأة تعتبر نجسة في أيام الطمس؟ لا طبعا، المرأة المسيحية اللي تعمدت فيها روح ربنا لا يفارقها روح ربنا أبدا، ولدت ما ولدتش، عندها العادة الشهرية، كل ده لا يعطل قداستها أبدا. إنما كون الكنيسة قالت لها بلاش تتناولي في الوقت ده لأنه استعدادها النفسي للصلاة والصوم والجهاد غصب عنها جسمها ضعيف في الوقت ده، فالكنيسة من أمومتها تقول لها لا ما تجيش بلاش، انتوا كلكم عارفين ومجربين وقت البيريود بتبقى ايه، الجسد ضعيف والنفسية كمان مش مظبوطة، فايه خليكي بقى في البيت اليومين دول، مفيش داعي للقداسات الطويلة وللجهاد والتناول، وبعدين برضه عشان تشتاقي للتناول بعدها بأسبوع. لكن القصة مش نجاسة خالص، بدليل انك بتصلي في البيت وبتقري الإنجيل في البيت عادي، يعني ربنا منتيش ممنوعة عنه، ما عندناش فكر النجاسة ده خالص، ما قدسه الله لا تنجسه أنت، الفكر ده ما كان مش عندنا خالص في المسيحية.